السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما أخذنا في المحاضرة السابقة مقدمة عن الحاسبات وعن أهمية الحاسبات في حياتنا اليومية، وبعد ما أخذنا نظرة أو نظرة تاريخية عن مراحل تطور صناعة الحاسبات، وأيضا أخذنا المعاني الرئيسية للحاسبات ولماذا تطلب الحاسبات من الأجهزة المطلوبة والمميزة في استخداماتنا حياتنا اليومية. نكمل في هذه المحاضرة مكونات الكمبيوتر سيستم. مكونات الكمبيوتر سيستم، تتكون الكمبيوتر سيستم من مراحل رئيسية تتضمن الـ input device و الـ central processing unit وأيضا المعايد المركزية والـ output device، تتكون من أجهزة الإدخال ووحدة المعالجة المركزية وأجهزة الإخراج. بالنسبة لوحدة المعالجة المركزية واللي تضم الـ CPU وتضم الـ Memory والـ Storage Device، حيث يتم إدخال الداتا أو البيانات. هذه البيانات قد تكون على شكل تكست كتابة، على شكل صور، على شكل فيديو. يتم إدخالها عن طريق أجهزة إدخال الانبوت ديفايس إلى داخل الحاسبة. يقوم السي بي يو بمعالجة هذه البيانات باستخدام وحدة المعالجة المركزية، طبعا هو بالتعاون مع وحدة الذاكرة الرئيسية الميموري الرام، حيث يحتوي السي بي يو حيث يحتوي السي بي يو وحدة المعالجة المركزية على وحدتين. وحدة للكنترول يونت هي التي تقوم بإدخال البيانات، إعطاء الأمر لإدخال البيانات من الانبوت ديفايس إلى داخل الميموري، ثم خزن البيانات المدخلة إلى في الميموري. حيث لكون انه السي بي يو يتعامل ب او يقوم بمعالجة البيانات بسرعة عالية وبدقة عالية، يحتاج الى ميموري او ذاكرة لخزن المعلومات تكون قريبة عليه تكون سريعة ايضا في مواكبة سرعة السي بي يو. بل ما يتم إدخال البيانات إلى داخل الميموري من الـ input device، يقوم بمعالجة هذه البيانات، يقوم بأخذ جزء من البيانات في كل فترة زمنية، يأخذ جزء من البيانات من الميموري ويقوم بمعالجتها، ثم عن طريق الـ arithmetic logic unit عن طريق المعالجة، ثم إعادتها إلى بعد المعالجة إلى الميموري مرة ثانية. بعد المعالجة وأثناء المعالجة يتم عرض البيانات المعالجة عن طريق أجهزة الإخراج Output Device، أو يتم خزنها إلى داخل ما يسمى بوحدة الخزن الدائمية Storage Device، واللي هي هارد درايف أو سي درايف. هذه الخط مثل ما ذكرنا هذه الأجزاء الرئيسية للحاسبة، لكن هناك تفاصيل كثيرة في كل جزء من هذه الأجزاء نتطرق عليها بالتتابع. نأتي الآن إلى الـ input device. الـ input device
هي أجهزة مثل ما ذكرنا، تقوم بإدخال البيانات، تقوم بإدخال البيانات إلى داخل الحاسبة لغرض المعالجة، وتضم أجهزة كثيرة من الأجهزة المعروفة لدينا اللي هي الكيبورد والماوس، وأيضا الهيدفون، وأيضا السكانر والديجيتال كاميرا. بالنسبة لي السكانر، يقوم بتحويل الهارد كوبي، عندنا ورق مثلا A4 أو A3 هارد كوبي نسخة فيزيائية هارد، يقوم بتحويلها إلى نسخة إلكترونية سوفت كوبي وإدخالها لداخل الحاسبة لغرض المعالجة، لغرض معالجتها أو لغرض خزنها. بالنسبة للكيبورد، الكيبورد مثل ما قلنا هو جهاز إدخال البيانات عن طريق البوتوم أو عن طريق الأزرار الموجودة في لوحة المفاتيح كما تلاحظون، وهذه لوحة المفاتيح تقوم بإدخال بيانات على شكل أحرف أو أرقام أو رموز معينة وخزنها داخل الحاسبة أو معالجتها. وهناك عدة أنواع، من الكيبورد، هناك فاير أو هناك وايرلس، يربط بداخل يربط مع الحاسبة. بالنسبة للماوس أيضا هو جهاز إدخال البيانات أو الداتا إلى داخل الحاسبة، يعتمد على زر أو زر أيمن وزر أيسر، على زرين لإدخال البيانات، ويحتوي على أيضا على ما يسمى بالسكرول، للتصفح، يستخدم للتصفح إذا كان الملف يتكون أكثر من صفحة. يقوم وظيفة الماوس هو يقوم باختيار الأيقونات، اختيار المكونات بالضغط على الزر الأيسر، أو باختيار نص معين بالضغط على النص بواسطة الزر الأيسر. وأيضا هناك وظائف أخرى موجودة في الزر الأيمن، ممكن اختيارها وتنفيذها. هذه كل أوامر تعتبر كإدخال إلى داخل الحاسبة، يقوم بالاختيار المستخدم. وهناك عدة أنواع أيضا الماوس، منها تستخدم الكيبل الواير، وهناك ما تستخدم البلوتوث، تستخدم عن بعد أيضا. هذه كأوتبوت، كإنبوت ديفايس، أجهزة الإدخال. وهناك مثل ما قلنا أجهزة جهاز السكانر والديجيتال كاميرا أيضا تعتبر أجهزة الإدخال. بالنسبة لأجهزة الإخراج، تقوم بإخراج البيانات إلى خارج الحاسبة من الميموري، من الرام، بإخراج البيانات من الميموري إلى أجهزة خارج الحاسبة، أما بشكل تقوم بعمل بشكل طباعتها على شكل هارد كوبي باستخدام البرينتر طابعة،
أو تقوم بعرض بيانات بشكل مرئي أو صوري أو فيديوي باستخدام الشاشة أو البروجيكتور بتاعت الشو. بالنسبة لي الـ Output Device هو عكس عمل الـ Input Device، وأيضا هناك أنواع من الطابعات وأنواع من الشاشات مثل ذكرى تتابع التفصيل. بالنسبة لي الطابعات هناك أنواع كثيرة من الطابعات، لكن النوع ناخذ نوعين فقط في قاعدتنا، وهذه هي المطلوبة منكم. النوع الانجكت برينتر ونوع الليزر برينتر، هذا حاليا مستخدمة بكثرة. الانجكت برينتر تقوم بطبع تقوم تقوم بطبع تقوم الانجكت برينتر تقوم بطبع الصورة أو التكست الموجود داخل الحاسبة وبشكل هارد كوبي وبشكل ملون عن طريق طبع نقاط صغيرة جدا، small dots، نقاط صغيرة ملونة جدا، وتكون متقاربة وتكون صغيرة متقاربة جدا لتشكيل الصورة الموجودة أو الصورة الإلكترونية الموجودة داخل الحاسبة. بالنسبة للنوع الليزر برينتر، هذا النوع من البرينتر يستخدم الليزر بين لتشكيل الصورة، تشكيل الصورة أو لرسم الصورة أو التكست الموجود داخل الحاسبة على ما يسمى بالدرامب، تقوم برسم الصورة أو التكست الموجود داخل الحاسبة. تقوم هذه الطابعة بتحويل هذه الصورة أو هذا التكست في داخل الطابعة باستخدام الليزر بيم. تقوم برسم الصورة على الترامب. الترامب هو ما يسمى عبارة عن اسطوانة شفافة. تقوم الطابعة برسم صورة موجودة داخل الحاسبة، برسم صورة ليزرية أو نسخة ليزرية من هذه الصورة، تقوم برسمها على الترامب الاسطوانة الشفافة، وتحمل إشارة سالبة. ثم تمرر هذه الترامب أو الاسطوانة الشفافة على ما يسمى بالتونر، تونر الحبر، يكون بشكل باودر. هذا الحبر يكون بشكل باودر دقيق من الحبر، فيكون ذات ويحمل إشارة موجبة، هذا التونر. لتمرير الدرامب اللي يحمل الصورة الليزرية ذات إشارة سالبة في التونر، يحمل إشارة موجبة، ينجذب التونر على الصورة الليزرية الموجودة على الدرامب، تنجذب وتتشكل على الترامب، صورة بواسطة الحبر الباودر. ثم يمرر الترامب بعد ذلك على هيتر لصهر هذا التونر، وتحويله إلى صار هذا التونر
على الورقة الفارغة، لكن تتم هذه العملية بسرعة كبيرة. ثم تخرج الورقة، ثم تخرج الورقة بعد صهر الحبر بواسطة الهيتر، وتخرج بنفس وتخرج الورقة مكونة الصورة من داخل الحاسوب. يعني عندنا نوعين من الكاميرات، هناك أنواع كثيرة، هناك الطابعة الحرارية وكثير من الأنواع الأخرى من الكاميرات، لكن أخذنا هنا حاليا الإنجكت برينتر والليزر برينتر. مطلوب من عندكم حفظ أو فهم آلية عمل كل طابعة. بالنسبة للإنجكت برينتر، آلية العمل هي مثل ما قلنا هو طبع قاس صغيرة جدا ومتقاربة لتشكيل الصورة، وبالنسبة لليزر برينتر هو تشكيل أو رسم الصورة ليزرية على ما يسمى بالأسطوانة الشفافة ترامب، ثم تمرر الترامب في الباودر تونر باودر، ثم تمر الترامب بعد ذلك الترامب في الهيتر لظهر لرفع درجة الحرارة وظهر التونر على الورقة الفارغة. هذه أجهزة أوتبوت. نأتي الآن إلى الأجزاء الداخلية مكونة للحاسب. إحنا أخذنا الأجهزة الخارج، أجهزة الإدخال وأجهزة الإخراج، وتعتبر أجهزة طرفية تربط بالحاسبة، لكن الوحدة الرئيسية للحاسبة تسمى الكيس. هذا الكيس الذي داخلي على البورد الرئيسي وعلى الأجهزة وعلى الكومبوننت التي تقوم والتي تعمل سوية لتعمل سوية لمعالجة البيانات أو لخزن البيانات. إذا هذا نأخذ الآن إذا نلاحظ أن الكيس أو واحدة الكيس تتكون من أجزاء أساسية اللي هي ممكن فعلا نلاحظ تتكون من باور سبلاي والتجهيز الكومبوننت الأخرى بالباور، تتكون من الهارد درايف وتتكون من السي دي روم. كل قطعة من هذه القطع هناك مكان مخصص لها في داخل الكيس، ويكون أيضا من الفلوبي درايف في هذا المكان. وأيضا نلاحظ هناك ما يسمى بالمذر بورد. هذا المذر بورد هو وحدة اللوحة الأم أو وحدة اللوحة الرئيسية التي يرتبط بها كل الأجزاء الأخرى. البورد الرئيسي هذا مكانه في هذا المكان. وأيضا هناك تلاحظون ما يسمى بالأدابتر كاردز. الأدابتر كارتس، هذه الكارتس تستخدم لإضافة خاصية جديدة أو وظيفة جديدة للحاسبة للتوسعة. إذا ممكن أن نلخص المكونات داخل الكيس بما يأتي: هو الباور سبلاي، المذر بورد، الميموري، الكارت سلوت، الادابتر، الكارت سلوت، والكارتس هي تشمل كما قلنا الادابتر كارتس، الساوند، الفيديو، النتورك، وأيضا السي بي يو، واللي يأتي فوقه الهيت سينك والفان.
وأيضا هناك ما يسمى قلنا الدرايفز اللي تسمى الهارد درايف سي درايف وبي درايف. كل جزء من هذه الأجزاء سوف نأتي عليها بالتفصيل في الشابتر الأول، في الشابتر الأول من مادتنا واللي خاصة بالهارد هاردوير. كل هذه عبارة عن تسمى بالهاردوير، الهاردوير هي الأجزاء أو المكونات الفيزيائية للحاسبة. نأتي الآن أيضا نأخذ مقدمة بسيطة عن الباور سبلاي. باور سبلاي هو شفنا مكانه في هذا المكان، هذا الباور سبلاي وليش مثل ما ذكرنا، هو supply power to all circuitry and device. إذا هو يقوم بتجهيز الباور أو التيار إلى كل الأجهزة الأخرى، الأجهزة الأخرى اللي مثل ما قلنا الضم الـ CPU الـ RAM الـ Hard Drive الـ CD Drive الـ Adapter Card كلها تجهزها الـ Power من الـ Power Supply. طبعا الـ Power Supply هو يقوم بتحويل الـ AC، إذا تعرفون مثلا أخذتم الـ AC إلى DC. الـ AC هو تيار متناوب أو فولتية متناوبة يحولها إلى فولتية مستمرة DC. إذا نتعرف من هذا الكلام أنه كل الأجزاء الداخلية مكونة للحاسبة اللي هي motherboard, memory, card slot كلها تعمل بفولتية DC، بفولتية DC. بعد تحويلها من الأي سي. المذر بورد مثل ما ذكرنا هو وحدة أو هو البورد الرئيسي أكت أما أز مانجر، إذا هو يعتبر هو المدير أو هو المسيطر على كل الأجزاء الأخرى أو كل الكومبوننت الأخرى أو كل الكارتات أو الأجهزة تربط، هو يقوم بتجميعها. إذا كل الأجهزة تربط في الكارت الرئيسي المذربورد، وهو يمثل كمدير يقوم بإدارة كل الأجهزة الأخرى. نأتي على ذكرها بالتفصيل فيما بعد. أيضا الـ CPU، هل نأخذ مقدمة بسيطة عن كل جزء. الـ CPU اللي هو مختصر للـ Central Processing Unit، وحدة المعالجة المركزية، هو يمثل represent the brain، إذا هو يمثل العقل بالنسبة للحاسب، يمثل العقل بالنسبة للحاسب. This does all the work of computing. إذا هذا الجزء وهذا الكومبوننت هو عبارة عن يمثل العقل للحاسب، هو يقوم بمعالجة ويقوم بالسيطرة، هو اللي يقرر، هو يقرر هو ينطي أوامر للسيطرة مثل ما قلنا من السيطرة، واحدة للسيطرة واحدة للمعالجة، يقوم بالسيطرة ويقوم بالمعالجة بنفس الوقت وبسرعة عالية. أيضا هناك ما يسمى بالرام، مثل ما ذكرنا الرام وحدة الخزن المؤقتة. وحدة الخزن المؤقتة طبعا الرام هي مختصر Random Access Memory، إذا ميموري هي ذاكرة الدخول العشوائي، ما تسمى عشوائي. هذه الميموري المؤقتة يتعامل معها الـ CPU، لكون أن الـ CPU يقوم بمعالجة البيانات على شكل أجزاء، يقوم بأخذ جزء من جزء بعد جزء بفترة زمنية قليلة جدا وسريعة في نفس الوقت، يقوم بأخذ البيانات جزء جزء ويقوم بمعالجتها ثم إعادتها إلى الميموري. ولهذا يحتاج الـ CPU مثل ما ذكرنا إلى ذاكرة خزن مؤقتة تكون قريبة عليه لكي يقوم بسحب هذه البيانات جزء بعد آخر بسرعة عالية، مما يدل على أنه
الرام لازم أن تكون أيضا سريعة تواكب سرعة السي بي يو، حتى لكي لمواكبة مثل ما قلنا لمواكبة السرعة في البيانات. فإذا كانت مثلا سرعة الرام قليلة وسرعة السي بي يو عالية، فما الفائدة من ذلك، من تلك السرعة السي بي يو؟ أيضا لذلك فإن التطور حاصل في سرعة في السي بي يو هو مثل ما ذكرنا سابقا، هو زيادة سرعة المعالجة، سرعة المعالجة هو السي بي يو، زيادة سرعة المعالجة في السي بي يو. وأيضا هناك تطور حاصل في الرام هو زيادة في خزن كمية المعلومات المخزونة في الرام، وأيضا في سرعة البيانات، سرعة نقل البيانات، سرعة نقل البيانات إلى السي بي يو أو إلى الأجزاء الأخرى كالهارد درايف. إذا الميموري مثل ما ذكرنا hold data and program instructions that the computer is currently using. إذا نتبين من هذا أنه هناك برنامج أو هناك نظام تشغيل، نظام تشغيل يدير كل هذه القطع الإلكترونية، نظام تشغيل يدير كل هذه القطع الإلكترونية يسمى operating system. وهذا operating system عبارة عن برنامج ينفذ خطوة بعد أخرى، برنامج ضخم كبير ينفذ خطوة بعد أخرى، ينفذ خطوة بعد أخرى. من طبعا هذا البرنامج من ينفذه؟ طبعا هو السي بي يو ينفذ إعاز أو خطوة وراء خطوة. كل إعاز من هذه الإعازات إما تكون سيطرة على شيء ما، أو تكون معالجة، إما تكون سيطرة أو تكون معالجة للبيانات. إذا الرام تحتوي مثل ما ذكرنا تحتوي على نظام التشغيل للحاسبة، وأيضا تحتوي على البيانات. طبعا البيانات إيش نقصد بها؟ البيانات اللي أنا أملكها، اللي المستخدم يملكها، اللي يريد يعالجها. مثلا عندي تكست أكتب كتابة، أكتب نصوص، أو عندي صور أريد أعالجها، أغير حجمها، أغير ألوانها، وعندي فيديو أريد أدمج فيديو مع صور مع صوت. هي هذه الداتا مالتي أيضا تحمل إلى الرام حتى يتعامل معها السي بي يو، يتعامل معها السي بي يو. لكن أيضا هناك عدة أنواع من الرام يأتي على ذكرها فيما بعد. بالنسبة للهارد درايف هو وحدة الخزن الدائمية، من اسمه هو hold all the information that need to be stored between uses of the computer. إذا hold all of the information of all the information that need to be stored. إذا هو يحمل إذا الهارد يحمل كل أو يخزن المعلومات اللي معلومات اليوزر أو بيانات اليوزر اللي يدخلها عن طريق أجهزة الإدخال ما ذكرنا. وأيضا يوجد فيه الأوبرينج سيستم، أيضا نظام التشغيل أول ما يتم تنصيبه أو تثبيته على الحاسبة هو يخزن في الهارد درايف. ومن ثم في كل عملية تشغيل الحاسبة يحمل نظام التشغيل من الهارد درايف، يحمل إلى الرام وحدة خزن المؤقتة لكي يستطيع السي بي يو التعامل مع الأوامر الموجودة في نظام التشغيل ومع البيانات أيضا.
معالجتها، لكون بسبب أن الهارد درايف يمتاز بأنه وحدة خزن دائمية ولكن بطيء السرعة، لكون يحتوي على أجزاء ميكانيكية وعلى يحتوي على موتور، تكون عملية نقل البيانات تكون بطيئة مقارنة مع الرام. الرام هي وحدة خزن مؤقتة ولكن إلكترونية، ولهذا يحتاج السي بي يو إلى مثل ما ذكرنا إلى وحدة خزن تضاهي سرعة عالية، تضاهي سرعته التي يتعامل مع البيانات بسرعة عالية. أيضا مثل ما ذكرنا أنه الهارد درايف يكون سعة خزن كبيرة، بينما الرام يكون ذات سعة خزن صغيرة نوعا ما لكن بسرعة عالية. عملية نقل البيانات بسرعة أسرع بسرعة عالية في الرام. أيضا نأتي على ذكرها بالتفصيل فيما بعد. بالنسبة للفلوبي درايف والسي دي درايف، هذه عبارة عن أيضا تستخدم وحدة خزن دائمية للبيانات أو لنظام التشغيل. Allow you to give data to the computer and take data away from the computer. إذا مثل ما ذكرنا هو وحدة خزن دائمية، ولكن هذا الدرايف سي درايف درايف يتميز بأنه هو بورتبل، هو بورتبل يعني بمعنى أنه مكان خزن بيانات يسمى بالسي دي روم أو يسمى بالفلوبي ديسك، هو متنقل، ممكن إزالته أو إخراجه خارج الحاسبة. نقصد بها السي دي روم نفسه، مو نقصد بها السي دي درايف. السي دي درايف هو ثابت داخل الحاسبة، الفلوبي درايف هو ثابت داخل الحاسبة، لكن نقصد بها الميديا المصنوع منها اللي تخزن بها البيانات، ممكن إزالته خارج الحاسبة. أيضا يستخدم السي دي روم أو السي دي لخزن معلومات مثل ما قلنا، وقراءة المعلومات. يعني أنا عندي معلومات أريد أخزنها بالحاسبة، أريد أخزنها على السي دي روم، راح أبدي أسجلها، وإذا أحتاجها فيما بعد راح أبدي أقرأها، أعملها ريد من السي دي روم. لكن تتميز أنه هذا النوع من الخزن يتميز بأنه خزن لمرة واحدة فقط، أي ما ممكن أنه أنا أخزن بينه السي دي روم أو الفلوبي، ممكن أنه أخزن بينه عدة مرات. بينما يجي نقارن سي دي درايف سي دي روم درايف على هارد درايف، هارد درايف يتميز بأنه له قابلية على خزن معلومات مئات أو ملايين من المرات بدون أي مشاكل. إذا سي دي روم درايف يتميز بخزن معلومات على سي دي روم ديسك عبارة واحدة فقط. أيضا من الكومبوننت الأخرى هناك ما يسمى بالكارت سلوت. الكارت سلوت كما ذكرنا allow other component to be added to the computer. الكارت سلوت هو يسمح بإضافة مثل ما ذكرنا كارت سلوت من اسمه سلوت هو أماكن لتركيب كارتات إضافية. كارت إلكتروني اسمه عبارة عن كارت يسمى adapter card. إذا adapter card كارت أو لوح إلكتروني إضافة إلى الحاسبة لإضافة وظيفة جديدة للحاسبة، وإن تضاف طبعا تضاف تثبت في المذر بورد. لكن في المذر بورد لازم هناك ما يوجد ما يسمى بالكارت سلوت. الكارت سلوت بإضافة هذه الأدابتر كارت إلى داخل أو تثبت في المذر بورد.
الادابتر كارت، بالنسبة للادابتر كارت هناك عدة أنواع من الادابتر كارت، هي الكارتات الإلكترونية هناك حسب الوظيفة التي تؤديها أو التي تضيف للحاسب. هناك ما يسمى بالفيديو كارت، وهناك الساوند كارت، وهناك النتورك كارت، وهناك أيضا كثير من الوظائف الأخرى الادابتر كارت الأخرى. بالنسبة للفيديو كارت من اسمه راح يضيف لي does all the processing necessary to get stuff looking nice on screen quickly. إذا هذا يضيف لي فيديو كارت، يضيف لي وظيفة جديدة للحاسبة واللي هي معالجة الفيديوهات، معالجة الصور، معالجة الفيديوهات، معالجة الصور بكمية كبيرة وبدقة عالية. أيضا هناك الساوند كارت allow sound from hard or CD-ROM to be played. Sound card هو أيضا يضيف لي وظيفة معالجة ملفات الصوت، ملفات الصوت معالجتها داخل الحاسبة، لأن بداخل الحاسبة بكمية وبطريقة جديدة، وذلك لكون انه كل كارت من هذه الكارتات، كل كارت من هذه الادابتر كارت يحتوي على في داخله على معالج منفصل، معالج جديد، معالج مركزي، معالج جديد خاص بكل كارت. بالنسبة للفيديو كارت او الساوند كارت او النتورك كارت، ايضا النتورك كارت allow computer to talk to other computer over a wire. اذا النتورك كارت من اسمه، هذا الكارت يسمح للحاسبة بالاتصال بالحاسبات الأخرى، ونقل البيانات والاتصال بالإنترنت عن طريق النتورك كارت. نعم. هناك أيضا تفاصيل ذكرها فيما بعد. نلاحظ في هذه الصور صور توضيحية، هذا يسمى بالفيديو كارت أو الادابتر كارت. هذا شكله، يضيف لي هذا الكارت، نضيفه إلى المذر بورد لإضافة قلنا معالجة الصور والفيديو. طبعا هذا يضيف لي بورد يسمى VGA بورد، أيضا هناك نت على ذكر المعالجات VGA بورد. فين يربط هذا؟ يربط على الشاشة أو يربط على بروجيكتر. نلاحظ هذا الكارت يحتوي على في داخله على يسمى بال CPU، معالج مركزي خاص بهذا الكارت، بمعنى أنه هذا المعالج هو خاص فقط لمعالجة الصور أو معالجة الفيديو، ونستخدمه في عندما نحتاج إلى شغل جيم معين في الحاسبة، أو نحتاج مثلا عندما نشغل برامج معالجة الصور أو برنامج الفوتوشوب مثلا، أو برنامج الأوتوكاد أو 3D Max، تحتاج هذه إلى معالج منفصل. أيضا هناك صور أخرى مثل عندي الساوند كارت، لاحظ الساوند كارت هذا شكله، هذا يضيف لي أيضا عدد من البورتس، الجديدة بالحاسبة. مثلا عندي أنا ديسكتوب حاليا، ولو بالنوعيات القديمة ما كان موجودة، بس النوعيات الحديثة ديسكتوب يعني الحاسبة الشخصية يعني مو اللابتوب، ما كان موجود عندي بورت للهيدفون للمايك أو الهيدفون، ما كان موجود. حاليا بالحاسبات الحديثة، الحاسبات اللي عمودية، هناك موجود هذه البورتس، بس حاجة قديمة ما كان موجودة، فكان ممكن نضيف الأوديو بورتس، الساوند بورتس، إضافة هذا الأدابتر كارت. لاحظ هذه الكارت يمثل عندي المذر بورت، مثل ما ذكرنا هذا المذر بورت يثبت داخل الكيس في مكان مخصص له، وأيضا يعتبر هو اللوح الرئيسي أو اللوح الأم اللي تثبت بكل
الكومبوننت الأخرى، كل الكومبوننت الأخرى تثبت على هذا البورد. لاحظ أنه هذا يسمى بالـ PCI، هذا يسمى بالـ PCI slot أو card slot، هذا يسمى card slot. هذا اللون الأبيض طبعا عنده بينه عدة أنواع، هذا النوع يسمى الـ PCI slot. هذا يسمى الـ ISA slot، هذا النوع القديم، هذا ما بعد يستخدم. هذا الـ card slot. عندي إيه هذا الـ LGB slot، هذا LGB، هذا فقط للفيديو أدابتر، فيديو أدابتر، رابط الفيديو أدابتر. عندي هذا السلوت، تلاحظون إيه هذا السلوت، هو خاص بالميموري الرام، تثبيت الرام. هذا الشيب أو هذا السوكت، هذا السوكت هو لتثبيت السي بي يو شيب، تثبيت السي بي يو شيب، يسمى السوكت. هذا بشكل يكون بشكل رفيع يسمى السلوت، هذا يسمى السوكت تثبيت السي بي يو. وهناك أيضا الكثير من التفاصيل الأخرى التي أنا ذكرها فيما بعد. هذا مثل ما ذكرنا، هذه عبارة عن البورتس، هذه البورتس هي تأتي في ظهر الكيس، هذا البورتس أيضا التي أنا ذكرها فيما بعد. مثل ما ذكرنا الـ CPU هو وحدة المعالجة المركزية أو هو العقد الحاسبة، هو العقد الحاسبة transforming data into information. مثل ما ذكرنا سابقا أنه البيانات عندما تكون مخزونة في الـ hard drive تسمى البيانات تسمى data، تسمى data، هي مخزونة تسمى data، من يتم تحويلها من الـ hard drive الرام وإلى الـ CPU تسمى information، تحولت إلى معلومة. هذه البيانات تحولت إلى معلومة، هي كانت بيانات مخزونة في الـ hard drive، من حولناها إلى الرام وإلى الـ CPU تحولت إلى سمى بالـ information، صارت عندي معلومة ممكن واحد يستفاد منها. إذن الـ CPU وهي المعالجة المركزية مثل ما قلنا تتكون من وحدتين، و Arithmetic Logic Unit و Control Unit، يقوم بعملية السيطرة على أجزاء الحاسبة جميعا، وأيضا يقوم بمعالجة البيانات وحدتين. طبعا يحتوي على أيضا نجي عليه بعدين، على ذاكرة كل السريعة أيضا، يعني CPU يحتاج إلى وحدة خزن سريعة كلش، فلا زالت انه الرام هي سريعه بس لا زالت لا تضاهي سرعه السي بي يو. فهناك ميموري داخل السي بي يو، تاتي داخل السي بي يو في الصناعه تسمى كاش ميموري، تسمى كاش ميموري، تكون سريعه جدا واسرع من الرام، اسرع من الرام. طبعا هذا السي بي يو هذا شكله، هذا شكله بهذا الشكل. أن الآلة تكون يحتوي على عبارة عن سمة تشيب، هذا كمان سمة تشيب مربع، يحتوي على ملايين من الترانزسترات، يحتوي هذا الجزء في هذا المنتصف يحتوي على ملايين من الترانزسترات، يعني الترانزسترات كل ما زاد عدد الترانزسترات كل ما زاد كمية المعلومات المعالجة. من الآلة يحتوي على وضع غلاف من الألومنيوم، وهذا يستخدم للتبريد، يستخدم للتبريد. ومن الجهة السفلى، من الجهة السفلى يحتوي على عشرات أو مئات من نقاط الربط، على مئات من نقاط الربط، هذا يسمى هذا نقاط ربط لتوصيلها بإيش؟ توصيلها بالمذربورد، توصيلها بالمذربورد. بكون إنه CPU يقوم بمعالجة البيانات بسرعة عالية وكمية كبيرة،
هذا الشيب يحمى، تزداد حرارته يحمى، يحمى بدرجة كبيرة، يحتاج إلى أنه للتبريد، التبريد حتى نبرده. لهذا نضع فوقه، ما يسمى بالهيسينج والفان، استخدام للتبريد، إذا هناك، أيضا هذا أيضا صورة أخرى للتفاصيل بالنسبة للسي بي يو، عايز المعالج المركزي هو مثل العقل بالنسبة للحاسبة. هناك عدة موديلات، هناك عدة فيرجنات للموديلات للسي بي يو. طبعا بالنسبة بالعالم حاليا موجود نوع من السي بي يو، شركة تسمى السي بي يو، وشركة انتل، وشركة الاي ام دي، اثنين امريكية، شركتين امريكيتين تصنع السي بي يو. بالنسبة يأتي أيضا، ونحن عم ناخذ جزء جزء، كمان عم ناخذ أيضا مقدمة عن كل جزء من أجزاء المكونة الداخلية للحاسبة. أخذنا المذر سي بي يو، وأخذنا المذر بورد، وأخذنا أيضا الميموري الرام، هي وحدة خزن المؤقتة، it consists of liquidary component that store data including number letters. هذا وحدة الخزن المؤقتة تقوم تكون ارتباطها مع ال CPU، تأخذ أوامر من ال CPU، كل ما طبعا زادت، طبعا الرام والخزن، نقيس ساعتها بشيء اسمه البايت، يعني أتعامل مع داخل الحاسبة. كل ما كان سعتها أكبر، كل ما كانت مواصفات الحاسبة أو أداء الحاسبة أفضل. هناك نوع آخر من الميموري داخل الحاسبة يسمى الروم، read only memory، is a memory that is attached on a chip that has startup direction for a computer. It is important memory. هذا النوع من الميموري روم، read only memory، هو نوع من الميموري لا يفقد المحتوى، بعد انتقال الكهرباء. بينما الرام مثل ما ذكرنا انه يفقد، محتواها الرام بعد انتقال الكهرباء، بينما الروم هي عبارة عن ميموري أو ذاكرة تقوم بحفظ المعلومات بشكل دائمي حتى بعد انتقال الكهرباء، ويحتوي داخله على برنامج داخل لكونه لا تدخل معلومات بعد انتقال الكهرباء، يحتوي داخله على برنامج صغير يسمى ستارت أب بروجرام، ستارت أب الجوريثم، تقوم بعملية انطلاق الحاسبة عند بداية التشغيل. أول ما يشغل تكمة التشغيل، يقوم هذا البرنامج بإدارة الحاسبة، أيضا هناك تفاصيل كثيرة نأتي بعد فيما بعد. نلاحظ الرام، هذا الرام ذكرنا أنه وين تثبت الرام في المذر بورد، في شيء ما يسمى، نرجع إلى الوراء، شيء ما يسمى بالرام سلوت، ما يثبت الرام الميموري. نلاحظ هذه الصورة أيضا، الصورة للرام، هذا طبعا يسمى الرام موديل، إذا عندي شيء اسمه الرام موديل. الرام موديل يحتوي على سطحه على الميموري تشيب، هذا يسمى الرام موديل، ويحتوي على وجه،
طبعا راح على وجهين من الأمام ومن الخلف، ويأتي على ما يسمى بالميموري تشيب، أو ميموري آي سي، ستورج ديفايس. مثل ما ذكرنا ستورج ديفايس اللي هو الهارد درايف والسي دي درايف والفلوبي درايف، كلها تستخدم لخزن المعلومات بشكل دائمي، بكميات كبيرة. يجي مثلا فلوبي ديسك، هذا عنده فلوبي ديسك، وهذا ما يستخدم حاليا، الفلوبي ديسك هذا ما يستخدم حاليا، كان يستخدم سابقا، حاليا ما يستخدم. هذا شكله طبعا فلوبي ديسك، هذا شكله طبعا فلوبي ديسك، فلوبي ديسك درايف، فلوبي ديسك هذا، فلوبي ديسك درايف هو ايه هذا؟ هذا فلوبي ديسك درايف، هذا فلوبي ديسك هذا، طبعا هذا مثل ما قلنا سي دي روم، فلوبي ديسك درايف يحتوي على ديسك او يسمى بورتبل، يعني متنقل ممكن يزيله من الحاسبه. طبعا هو يتكون هذا من غلاف بلاستيك، بهذا الشكل، يحتوي بداخله ايش يحتوي بداخله؟ على قرص مرن، بهذا الشكل اسود، قرص مرن مصنوع من البلاستيك، ومغناط، قابل للمغناطة، يكون على شكل قرص، قرص مرن من البلاستيك مقابل للمغناطة. ايضا بالنسبه للهارد درايف، اذا الفلوبي ديسك يكون خزن عن طريق المغناطة. نفس الشيء بالنسبه للهارد درايف يتم الخزن بشكل مغناطيسي عن طريق المغناطة. نأتي على ذكره لاحقا. يتميز الفلوبي ديسك بأنه قابل للتلف، لأنه هو مرن، ممكن أنا أخزن بينه عدة مرات وفقط ويتلف. أنا ممكن أنا أخزن بينه وأمسح على نفس المكان عدة مرات، أخزن وأمسح فقط عدة مرات، لكن ممكن أنه يتلف ويفقد المعلومات. ويمتاز انه بانه حجمه قليل، حجم الخزن يكون قليل. هذا شكله، بالنسبه للهارد درايف، اذا نجي نقارن هارد درايف، هذا مكانه، هذا الكيس عندي مكانه يعني قلنا بالاسفل، هذا الهارد درايف. نلاحظ يتكون الهارد درايف، نلاحظ هذا القرص، نفتح الهارد درايف داخله يتكون من أقراص صليب، يتكون من عدة أقراص صليبة، ثلاثة أو أربعة أو خمسة، عدة أقراص موضوعة فوق بعض، قرص فوق قرص، لكن من نوع الصلب، وأيضا ممغنط، قابل للمغناطة. يتم الخزن إذا في هذا بشكل مغناطيسي. إذا الكوان consists of one or more rigid metal plates coated monthly with a metal oxide material that allow data to be magnetically recorded on the surface of platter. إذا أقراص صليبة مطلية بمادة قابلة للمغناطة تستخدم لخزن المعلومات بشكل دائمي وغير قابلة للتلف، بينما الفلوبي درايف قلنا سابقا هذا يحتوي على قرص مرن، يمكن الخزن فيه ايضا ممغنط، يمكن الخزن فيه عدة مرات فقط. بينما الهارد درايف
ملايين من المرات يتم خزنه، وبكميات خزن بيانات وبكميات كبيرة. يقاس الهارد درايف. هارد درايف، واحد يجي يشتري هارد درايف، شنو مواصفاته؟ يقاس بالـ RPM، يقاس بسرعة. طبعا هذه الأقراص الصليبة، هذه الأقراص الصليبة من الأقراص الصليبة تدور بشكل مستمر عن طريق، يثبت هنا في المنتصف عن طريق موتور، يفر هذه الأقراص، سرعة هذا الموتور، تقاس بالـ RPM، revolution per minute، دورة لكل دقيقة. Hard drive plate spin يدور at a high rate of speed. إذا مواصفات الهارد درايف هي عبارة عن الـ RPM اللي هي تمثل سرعة دوران، الموتور أو سرعة دوران الأقراص. كل ما كان أكبر كل ما كان أحسن. وأيضا يقاس الهارد درايف بالـ storage capacity. إذا سعة الخزن. إذا عشان أنا أميز هارد عن هارد آخر يكون سرعة خزنه كبيرة، كما قلنا الهارد درايف يخزن معلومات كبيرة جدا. حاليا وصل الرقم إلى 10 جيجا أو 1 تيرا، طبعا 10 جيجا بايت كما قلنا. أي وحدة خزن بداخل الحاسبة خاص بالبايت، 10 جيجا بايت، 1 تيرا بايت. هذه حاليا مشكلة، بس ممكن أنا نوعيات قديمة كان عندي ممكن تصل إلى 5 جيجا أو 1 جيجا فقط. إذا الهارد درايف يقاس بما يسمى ب revolution per minute، دورة لكل دقيقة، سرعة الموتور، ويقاس ب كمية خزن المعلومات، المعلومات في الهارد درايف. هذه الشغلتين تجي مساعي سؤال لازم تعرفها. تمام. بينما يقارن الرام،